بداية هي هجرة الأدمغة أو العقول كما يقال هي لا تزال مستمرة على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتقدم يعني في في مجريات التنمية في الدول العربية كافة، كما ذكرت في أول التقرير يعني أو مع بداية الحديث هنالك الأسباب أسباب الحروب التي تعانيها الدول العربية لا سيما لبنان، العراق، سوريا، اليمن، المغرب وحتى تونس، إذ أن هذه الدول تشكل بنسبة 75% من هجرة الأدمغة أو العقول في العالم العربي، أولاً غياب الاستقرار، عندما يكون لا يوجد أي استقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي في الدول، تلجأ تلجأ المواطنين إلى الهجرة، ما بالك أصحاب الاختصاص أي أصحاب الشهادات العليا أو الباحثين عن اختصاصات علمية جديدة سواء كانوا علماء أو حتى أطباء أو مهندسين، إنما البحث عن وجهة علمية جديدة لذلك يعني هذه هي النقاط المشتركة بين 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 الدول العربية التي تعاني من الحروب والدول العربية التي تشهد طفرة من الاستقرار أو من البحث العلمي أو من استقطاب كبرى الجامعات في الدول العربية طالما نحن نلجأ إلى معالجة الأسباب طالما نتجنب المزيد من هجرة الأدمغة أو العقول نعم إلى أي مدى يؤدي هذا النوع من الهجرة برأيك إلى تفاقم الهوة الموجودة أصلاً بين دول الغنية والفقيرة وتصبح الدول المصدرة للكفاءات تدور بفلك دائرة مغلقة وتمنح المزيد من ثرواتها بهذه الطريقة للدول الغنية؟ نعم، للأسف يعني كما يعني كما ذكر التقرير أيضاً دائماً نستند إلى التقارير التي أعدتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يسهم حوالي مليون عربي من أصحاب الاختصاص والمهارات العليا في تنمية الدول المتقدمة لا سيما الدول الغربية منها تحتل فرنسا يعني على عكس ما يقال الوجهة الأولى لاستقطاب الأدمغة والعقول العربية المهاجرة سواء كان للاختصاص العلمي او للبحث عن ظروف حياتيه افضل، للاسف يعني تتعمق الهوى لاسيما مع الدول التي تلجا اليوم لاعاده النهوض من الجديد، يعني هنالك دول تعاني من ازمه خرجت من حروب، هنالك دول تعاني من ازمه اقتصاديه او ماليه او نقديه او حتى اجتماعيه، يعني تسعى الى الخروج من هذه الأزمة. طالما هذه العقول التي هاجرت من هذه الدول لن تتمكن من النهوض مجددا او قد يؤدي هذا الامر إلى إبطاء عملية النهوض. لذلك تلجأ العديد من الدول التي هاجرت منها العقول أو الأدمغة أو حتى الكفاءات للاستعانة بالخبرات الأجنبية. ولكن هذا الأمر يكبد يكبدها تكاليف باهظة جدا. لذلك بعض الدول اليوم تلجأ للاستعانة بطرق عدة للحد من هجرة الأدمغة أو العقول. إنما للأسف اليوم لسيما الدول العربية التي تشهد صراعات ونزاعات لم تنجح في هذه الخطوة. بينما تمكنت يعني الدول العربيه لا سيما دول الخليج العربي كالامارات والسعوديه للحد من هجره العقول والادمغه عنيد بها المواطنين من هذه الدول خاصه بانها عززت ظروف الحياه خاصه بانها عملت على الحد من البطاله خاصه بانها عملت على مكافحه الفساد خاصه بأنها عززت الاختصاصات العلميه التي لم تكن متوفره في الدول العربيه من خلال استقطاب كبرى الجامعات من خلال تعزيز البحث تمام. العلمي من خلال وجود وجود اختصاصات علميه يحتاج اليها السوق اليوم يعني خرجنا من النمط من النمطيه السابقه كالطبيب والمهندس اليوم نحن نتكلم عن علوم الفضاء نتكلم عن هندسات تعنى بالاختصاصات النوويه نتكلم عن اختصاصات تعنى بهندسه الجينات الوراثيه كل هذه العلوم استطاعت استقطابها الدول الخليج العربيه كما قلت الامارات والسعوديه فيما باقي الدول العربيه لن تتمكن من ذلك لذلك سيبقى العالم العربي يحافظ على مستويات عالية جدا ومتقدمة في هجرة العقول والأدمغة إلى حين بدء الخروج طبعا وهذا الأمر مستحيل يعني في القريب العاجل من آفة الحروب والفساد وال يعني ولكن يعني على الأقل بالوقت الحالي هذه البيئة المحفزة التي تتحدثين عنها بدول الخليج تسمح بالمحافظة لا. على الكفاءات والخبرات وبقاء في المنطقة العربية صحيح. وعدم توجهها غربا تحدثت قليلا. عن التداعيات الاقتصاديه لمثل هذه الهجره وايضا كيف تؤخر نهوض البلدان ما هي التداعيات برايك المتفاقمه على المجتمع اليوم على الانظمه التعليميه والصحيه ايضا بالبلدان المصدره للكفاءات صحيح يعني أولا تراجع الخدمة أو تراجع في هذا القطاعات وهو تراجع ملحوظ وملموس يعني وسأبدأ سأبدأ معك من من لبنان يعني وحالة لبنان هي تعمم على العراق وتونس وكل الدول التي تشهد أزمات سياسية وأيضا انهيار اقتصادي ومالي ونقدي اليوم هنالك انهيار في القطاع الطبي في لبنان وانهيار في القطاع التعليمي إذ أن معظم العاملين في هذه القطاعات هاجروا بحثا عن ظروف معيشية أفضل هاجروا بحثا عن يعني عن رواتب واجور افضل وهاجروا بحثا عن عن مستوى معيشي مستقر الى حد ما بينما هذه الدول اصبحت تعاني يعني اليوم في لبنان مع احترامي لكل الطاقم الطبي الموجود لكن هنالك نقص في الكادر الطبي هنالك نقص في الكادر التعليمي ما يعني في المستقبل اجيال قد قد لا تتلقى التعليم المطلوب وما يعني ايضا اناس قد يحتاجون الى مستوى معين من الطبابه قد لا يصبح متوفر في البلاد عندما نقول هجرة الأدمغة والعقول نتحدث عن هجرة يعني الدرجات الأولى من العاملين في هذه القطاعات فضلا أيضا يعني الأمر لا يقتصر عند هذا الحد هنالك ضرر مستقبلي يتمثل بال يعني بالطلاب الذين يعني بالأساس يسافرون لتلقي التعليم ثم يقررون الاستقرار في الدول لا سيما تماما هذا يعني تتحدثين عن لبنان ولكن هذا ينسحب نعم. على معظم البلدان العربية صحيح كانت صحيح أم لا المصدرة لهذه الكفاءات والخبرات. هذا والخبر ما قلته في أول. تمامًا. هو تمامًا. أول كيف ممكن اليوم بظل الوضع الحالي هناك بعض الكفاءات والخبرات الصامدة الباقية في بلدانها رغم عدم الاستقرار الأمني تدهور الأوضاع الاقتصادية كيف ممكن المحافظة عليها اليوم وإعادة هيكلة هذه البنية حتى تتمكن من الاستمرار وعدم خسارة المزيد من هذه العقول. يعني اذا بدي بلش بالمنطقي يعني حتى ما احكي بشعارات كبيره، اولا محاوله تامين الحد الادنى المطلوب من مقومات العيش لكي تقرر لكي تقرر هذه الادمغه البقاء في هذه الدول، يعني على سبيل المثال لا الحصر، اولا المحافظه على مستوى معيشي مقرر او المحافظه على القدره للعيش، في لبنان هنالك انهيار كما في باقي الدول العربيه التي تعاني من حروب، هنالك انهيار في العمله الوطنيه لذلك يلجأ اصحاب هجرة الادمغه في اول الامر للحفاظ على قدرتهم الشرائيه اضافه الى ادنى مقومات العيش فضلا عن ذلك يعني اذا ما نظرنا او وسعنا البكار كما يقال هنالك تعزيز هذه الاختصاصات والانفاق على البحث العلمي الاتجاه الى محاربه الفساد اعطاء كل ذي حق حقه لا سيما يعني اصحاب العلم واصحاب الشهادات والخبرات العاليه لا. لطالما لطالما ساعد الفساد والمحسوبيات والتوظيف العشوائي إلى عدم حلول الشخص المناسب بالمكان المناسب وهذه أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى هجرة الأدمغة والعقول لا سيما في الدول العربية كما ذكرنا سابقا التي تعاني من أفة الحروب وما لها من انعكاسات كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي الكثير من الأمور اليوم التي يعني تتطلب العمل عليها بشكل جدي ويكون هناك إصلاحات هي ربما صحيح. لكل هذه الامور شكرا لك من بيروت الصحفيه الاقتصاديه محاسن مرسل يومك سعيد